انا بشكرك جدا يا ابو شكرا. حميد، لكن هنطلع تقرير دلوقتي، تقرير مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لحضراتكم. لما يكون عندك قيمه كبيره، واحد زي محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن، وعندك قيمه اخرى شابه وواعده زي محمد فضل، لما يتم تكريمهم الحقيقه جهد كبير تم بذله خلال الفتره اللي فاتت، سواء من يناير اللي فات لغايه دلوقتي، سواء من محمد كامل استاذ محمد كامل وكابتن محمد فضل، الاثنين دول عملوا مجهود كبير جدا جدا خلال الفتره السابقه. الحمد لله الواحد كان قريب من الاثنين جدا وبيحاول يشوف ده عمل ايه وده عمل ايه، ولكن صدقوني في حاجات كتيره جدا 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 من شهر واحد اللي فات لغايه النهارده اتعملت بسبب وجود محمد كامل اولا وكابتن محمد فضل ثانيا. الدوله بكل شيء كانت واقفه ورا الناس وكانت بتعمل كل حاجه، ولكن محمد كامل ومحمد فضل كان لهم دور كبير جدا جدا في المساعده في كل شيء، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم محمد كامل. كل التحيه لهذا التكريم الحقيقه. نطلع نشوف تكريم على هامش بطوله كاس الامم الافريقيه، تكريم للاستاذ محمد كامل ولكابتن محمد فضل، وبعد هذا التكريم وبعد هذا التقرير هنرجع نستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن أحمد بلال. بعد هذا التقرير مهم جدا إن حضراتكم تشوفوا التقرير ده، لأن قد إيه عندنا كفاءات مصرية مهمة جدا 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 وبيتم تكريمها من قبل الاتحاد الأفريقي على هامش هذه البطولة. نطلع نشوف التقرير بعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار.